بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي بيئة الأعمال أو business environment؟ يوجد هناك بيئة داخلية وبيئة خارجية تؤثر على المنظمة أو المنشأة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. من عناصر البيئة الداخلية أو immediate environment factors يوجد عندنا الزبائن والموردين المنشأة، كذلك المنافسين يعتبرون من البيئة الداخلية الذين يؤثرون بتأثير مباشر على المنظمة. رابعا الأنظمة، وأخيرا أصحاب المصلحة أو ستيك هولدرز وهو الأشخاص الذين يؤثرون أو يتأثرون بالمنشأة. وهناك عناصر خارجية وبيئة خارجية تؤثر ولو بشكل غير مباشر على المنشأة التي نعمل بها. منها التقنية والعلوم، التطورات والتغيرات التقنية والعلوم تؤثر على كيفية عمل المنشأة ومستقبل المنشأة ولكن بشكل غير مباشر. كذلك التغير في الاقتصاد، في السياسات الدولية والعامة، كذلك التغيرات العالمية سواء كانت في اكتشافات جديدة في الصحة أو في البيئة، كل هذه العناصر تؤثر بشكل غير مباشر على المنشأة التي نعمل بها. ونظرنا إلى الرسم أو الشكل التالي نجد أن هناك عناصر أو بيئة داخلية تؤثر بشكل مباشر على المنظمة أو الorganization اللي نعمل بها، منها الزبائن والعملاء، الموردين، المنافسين، كذلك الأنظمة المباشرة التي لها علاقة بالمنشأة أو أصحاب المصلحة، الناس الذين لهم علاقة بهذه المنظمة. هذه تعتبر البيئة الداخلية. هناك بيئة خارجية تؤثر بشكل غير مباشر على المنظمة. هذه البيئة الخارجية منها الاقتصاد، الكساد الاقتصادي، الطفرة غير ذلك، التقنية، اكتشافات جديدة، اكتشاف أجهزة تقنية جديدة، تغيرات العالمية في الصحة، في المناخ غير ذلك، كذلك السياسة والحروب، كل هذه تؤثر بشكل غير مباشر على المنظمة. إذن هناك بيئة خارجية وبيئة داخلية. بيئة داخلية تؤثر بشكل مباشر على المنظمة، وبيئة خارجية تؤثر بشكل غير مباشر على المنظمة. لابد من أخذ هذه العناصر بالحسبان عند أي قرار نقوم بعمله في هذه المنشأة.